هو أول حاجة خاص الواحد يعرف خاص يعرف الثقافة ديال البلاد، يعرف على ثقافة البلاد كيفاش يتعاملوا الناس، شنو الحوايج اللي مهمين، وثاني حاجة اللغة، ومعلوم خاص لو فون باش الواحد يبدأ. واللي ماشي رخيص هنايا ما بين 100,000 دولار حتى 300,000 دولار. المهم خاص الواحد يدير البحث ديالو على البلاد، والبلاد مزيانه مأمنه وكل شيء ميسر فيها، غير هو تتبغي الواحد يكون عارف مزيان على الثقافه الكوريه واللغه ويبدا. واللي ماشي رخيص هنايا ما بين 100,000 دولار حتى 300,000 دولار.